بسم الله الرحمن الرحيم، مساء طيبين يا جماعة، أخباركم إيه؟ معاكم بقى ماجد الشيخ النهاردة، وخمس دقايق جلدية، خمس دقايق النهاردة في موضوع بتكلم عليه كل سنة، بس كل سنة نزود حتة صغيرة كده. ولسه محدش معايا، مساء طيبين، رمضان كريم. النهاردة نتكلم زي ما كل سنة بنتكلم على البهاء، وأرجع وأقول ثلاث كلمات. الكلمة الأولانية البهاء ده مرض بيتعالج، البهاء مرض بيتعالج، البهاء مرض بيتعالج. الكلمة التانية بس محتاج صبر والتزام. الكلمة التالتة ما ينفعش علاج البهاء من غير فوتو سيرابي. شكرا، كده خلصت المحاضرة خلاص. البهاء مرض بيتعالج، البهاء مرض بيتعالج، بس محتاج صبر والتزام، ومن غير فوتو سيرابي مش هيخف. طيب هو كل العيانين اللي هيعمل له فوتو سيرابي هيخفوا؟ لا. طب واللي مش هيخف؟ نعمل له بقى ايه الحاجات الجديده، الميلانوسايت ترانسفير، السكين ترانسبلانتيشن، السكشن بليستر، والحاجات اللطيفه اللي هنتكلم عليها مع بعض في 3 ثواني مع بعض باذن الله تعالى. طيب خلي بالك معايا، لما بيجي لك عين البهاء ده يعني هو فاقد الامل وحاسس باكتئاب رهيب، وموضوع طبعا بيبقى نفسي بحت. وزي ما احنا عارفين ان مرض البهاء نسبته مش قليله، نسبته كبيره جدا ويصيب ناس كتيره جدا. بس ارجع واقول دايما مش اي هايبو بيجمنتيشن بيبقى بهاء، مش اي هايبو بيجمنتيشن يا جماعه بيبقى بهاء. وطبعا زي ما كلكم عارفين انا من ضروريات طبيب الجلديه دلوقتي التولز بتاعت التشخيص. يعني انا شايف ان الدرمسكوب ده خلاص، الدرمسكوب ده مش عدسه، الدرمسكوب ده علم. رقم 2 الوودز لايت، الوودز لايت ده في حالات مش قليله، في حالات مش قليله، وبيبعتوا لي دكاتره زمايلي كتير يقول لك يا دكتور ماجد معلش انت عندك الوودز، شوف لنا دي بهاء ولا مش بهاء. بحترمهم جدا. يبقى علشان يبقى في فيصل ما بين الهايبر بيجمنتال ليجن ده، هل ده دي بيجمنتد ولا هاي بيجمنتد، يبقى الوود سلايت من التول المهمه اللي لازم تبقى موجوده عند طبيب الجلديه للتشخيص الصح. هقول لكم على حاجه لطيفه جدا. كان جه طفل صغير بيبي لسه مولود، يعني ما كملش شهر، ومامته جايبهولي بهايبو بيجمنتد ليجنز وشويه دي بيجمنتد في الترنك. نقول تاني، طفل صغير لسه مولود وعنده بطش بيضه في الترنك. انا اول ما شفتها قلت نشوف بالوودز لايت، اول ما شفتها بالوودز لايت لقيتها دي بيجمنتد، وانا بقلب في الواد لقيت عنده كونكتيف تيشو نيفس. ركز معايا بقى، ركز معايا، ده من فضل ربنا، لقيت عند الولد كونكتيف تيشو نيفس. قلت الله، هي مش دي ممكن تبقى الهايبرجمنتد اشليف ماكيول بتاعت التيوبرسكلوز، الكونكتيف تيشو نيفس بتاع التيوبرسكلوز، احسن يطلع الواد تيوبرسكلوز. بسال امه سؤال اعتراضي كده، قلت لها هو الواد بيتشنج؟ قالت لي وبيعمل حركات غريبه. قلت ستوب ستوب، طيب لو سمحت بقى هتروحي الدكتور، دكتوره بتاعت مخ واعصاب، وانا هكتب لها تقرير بسيط كده. فكتبت لها ان انا شاكك ان البطش البيضة دي والكونكتيف تيشو ليجن ده او الكونكتيف تيشو نيفس، انا شاكك ان هما يبقى الكوتينيس مانيفستيشن اوف تيوبر سكلروزز فور يور كايند كير. والله العظيم طلع تيوبر سكلروزز، وطلع الواد عنده ليجن في البرين، وطلع عنده مشكله في القلب، والحمد لله هو يعني دلوقتي ايه بيتعالج يعني وكنترولد. طيب يبقى دي ليجن ممكن من الجلد نشخص سيستميك ديزيز زي التيوبرس اسكلروس. نرجع لموضوعنا بقى، البهاء بيتعالج، محتاج صبر والتزام، من غير فوتو ثيرابي ملوش لازمه العلاج. يعني هتكتب روشتة على فكره ممكن يعني تحسن، هتوقف الدواء هيرجع تاني. طيب احنا لما بيجي لك عين البهاء بنحدد طبعا هل هو ستيبل ولا هو اكتف. وعلى فكره الاكتيفيتي، وده خلاص بقى كلام تقريبا سيتلد، يعني احنا ممكن نوقف الاكتيفيتي بتاعت الفيتيلوجو بالميزوتريكسين.
الاكتيفيتي. انما احنا عادي عيان البهاء والله، لو ليجن مايلد ولا مودريت ولا سفير، لو مايلد وفي الفيس على التوبيكال ترولمس مع شويه فوتو سيربي 10 15 20 30 جلسه اكزايمر اضرب في ثلاثه نارو باند، العيان هيتحسن جدا. الليدل او الترولمس او اللي هو بروتوبيك، الحاجات الجميله جدا 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 بيشتغلوا في الفيس بكفاءه عاليه جدا، بس الليدل باي نيم كده شغله في الفيس عالي جدا، بره الفيس في الفيتيلجو مش قد كده. الترولمس او البروتوبيك بيشتغل في الفيس وبيشتغل في الترانك وبيشتغل في جيت الاريا ولطيف جدا 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 جدا. التوبيكال استرويد جوكر يشتغل في كل حته، بس ابعد عن الفيس عشان احنا هنستخدم التوبيكال مانوفر ده لفتره طويله، فممكن العيان يخش منك في استرويد ادكشن، يكون يعني خف دخل في استرويد ادكشن، وموضوع كبير نتكلم عليه ليتر اون. هيجي لك العيان مايلد ولا مودريت ولا سيفير، بتاخد الديسيجن بتاعك هتعالجه ازاي. تعال نتكلم على حاله مودريت. هندي العيان الروشته بتاعته سيستميك استرويد. في عندنا مدرستين، مدرسه البالس استرويد ويكلي دوز، يعني انا بحب ادي مثلا سوليبريد 40 ملغ يوم الخميس ويوم الجمعه من كل اسبوع، ودي تقريبا سايد افكت بتاعتها محدوده جدا 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 جدا. ونقلل العادي برضو زي ما اقول لكم بعد شويه هنقلل ازاي. في ناس بتحب تدي مثلا 10 ملغ ديلي، بس دي بيظهر السايد افكت بتاعت الاسترويد ظاهره في الكورس بتاع الديزيز. فانا شايف ان البلس استرويد اللي هو الويكلي دوز ده بتبقى الافكت بتاعها احسن، والسايد افكت بتاعتها ليمتد جدا. بنحب ندي في الروشتا والفوليك اسيد والسيلينيوم والجينكو بايلوبا النيوروفيت، كل الحاجات دي من الحاجات اللازمه للنارشمنت اوف ميلانوسايت، وفي نفس الوقت بتدي فرصه كويسه جدا للميلانين بيجمنتيشن انها تتكون وذوت اني هذا. حلو جدا. ادي الروشته بتاعت العيان، يبقى قلنا التوبيكال بتاعتنا ما بين الاليديل في الفيس، بروتوبيك في اي حته، توبيكال استرويد في اي حته. من الحاجات اللطيفه برضو الفيتامين دي، توبيكال فيتامين دي زي دايوفوبيت، من الحاجات اللطيفه جدا ممكن برضو يتحط. طيب في مدرسه بقى الفوتوسينستايزر زي النيو ميدينين او الالترا ميلادينين، ويقعد العيان في الشمس بتجيب نتائج. الخلين اللي هو خل التفاح يقعد يعمل في الشمس اسمها كوفا، او يقعد في الشمس ويعمل الالترا فايتريز طيب ايه، او الزيت اللارينج، من الحاجات برضو الريكومندد بتحطه يقف العيان في الشمس شويه، اللي هو الاويل اوف بيرجموت 25% اويل اوف بيرجموت ان الكول، اللي هو زيت قشر اللارينج، من الحاجات الفوتوسنستايزر اللي ممكن تجيب نتائج وهتبقى مش بطاله. نتكلم جد بقى، يبقى الروشته بتاعتنا فيها استرويد، فيها الفيتامينز وانتي اوكسيدنت، فيها التوبيكال الليدل او ترولمس او استرويد. الجلسات بنعمل النارو باند يو في بي، هو الساحق الماحق الذي لا يصد ولا يرد، جلسات جميله ولطيفه كتيره، نعمل مرتين لثلاث مرات في الاسبوع، وبعدين يجي معاها او ممكن لوحدها الاكزايمر ليزر الفوكس فوتوثيرابي. ده يا جماعه طب جديد. وخلي بالك معايا، احنا عندنا نوعين من الاكزايمر، اللي هو الويف لينس بتاعته 308 نانومتر، عندك الاكزايمر لايت وعندك الاكزايمر ليزر. طيب الفرق بينهم ايه؟ ان الاكزايمر ليزر يعني بيحمل صفات الليزر، اللي هو الريز بتاعتها بتبقى كولوميتد مونوكروماتيك، ما يحصلهاش دايفيرجن، وانما اللايت بيحصل له دايفيرجن. فطبعا تقول مين احسن، حد يقول لي كده مين احسن، الاكزايمر ليزر ولا الاكزايمر لايت؟ ازن المانوفر ده اذا فوكس فوتو سيرفي فبيني وبينك ما بيفرقش. فوكس انا حاطه على الجلد، فطبعا ما بيفرقش قوي 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 في النتائج. فالاكزايمر لايت كويس، اكزايمر ليزر يمكن احسن درجه بسيطه. والميزه بتاعت الفوكس فوتو سيرفي ايه بقى؟ ان انا بدوس بعلى
مش خايف على نورمال سكين في حاجه، فانا بشتغل اكشوالي بجد على الديزيز سكين. كل مكان اكوردنج للسنسيفيتي بتاعته، اكوردنج للايدج بتاع العيان، للويف لينس بتاعه. على فكره لما تيجي يعني بنبدا مثلا حوالين الاي ب 50 مللي جول، انما مثلا حاجه زي الباك ببدا ب 200 مللي جول او 250 مللي جول. الموضوع بسيط جدا 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 جدا، ومش محتاج يعني كورس ان حد يتعلمه. ده انت مجرد انك تشوفها مره واحده في 5 دقايق هتبقى بروفيشنال في استخدام الاكزايمر. لذا الموضوع ابسط من البساطه، نتائجه جميله جدا. فوتو ثيرابي هو العلاج الساحق الماحق بجد في الفيتيليجو، وانا ليا مدرسه في الموضوع ده. بعد ما بنخلص وحالات كتير والله العظيم 3 بنخلص، بعد ما بخلص الجلسات بعمل شويه سيشنز والعيان سليم علشان انشط الميلانوسايت، واديها فرصه ان شاء الله ما يحصلش ريكارنس، او لو حصل يبقى قليل وملحوق باذن الله. احنا بنعمل فولو اب للعيان كل 6 شهور حتى بعد ما يخف باذن الله، والنتائج طبعا بتاعه الفوتوثيرابي جميله جدا. النقطه بقى، هو كل الحالات هتستجيب للفوتوثيرابي؟ لا، في حالات ما بتستجيبش للفوتوثيرابي. طب نعمل ايه؟ خلي بالك بعد 10 جلسات، انا عايز اقول لك قد ايه الاكزايمر ده تحفه. بعد 10 جلسات لو ما حصلش تقدم ما تكملش. تخيل، عايز بص يعني دي جرأه ان انا اقول لك ايه، ده 10 جلسات هتشوف تحسن. ايوه والله، ده والله ده في عيانين بيقفلوا في 10 جلسات والله العظيم. 3 عندي اطفال في 10 جلسات. على فكره بنستخدم برضو الاكزايمر في البتريز البا والحاجات اللي هي البتريز البا دي، برضو من الحاجات اللي ممكن تضايق عيله وبتبقى بترزيست تريتمنت بشكل مش بطال يعني، سخيفه برضو. المهم نرجع للموضوع. طيب لو الفوتو ثيرابي ما نفعش، اعلى بقى اعلى. عندك ايه؟ عندنا بنستخدم الاربيوم ليزر او فراكشن ليزر مع اليوترال اللي هو 5 فلورو يوراسيل، يعني نتائجه لطيفه جدا 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 جدا. بس خلي بالك انا بتكلم عليه امتى؟ لو فشل الفوتو ثيرابي، او لو لقيت نتيجه الفوتو ثيرابي مش قد كده، او لقيت ان الفوتو ثيرابي وقف. يعني ايه وقف؟ انا بتقدم 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 بتقدم، العيان بقاله 5 جلسات ما بتحسنش. خش على الفايف فلورو يوراسيل اللي هو حقن اليوترام، ناخد الامبول نعمل ليزر وتروح منقط مكانها وتعمل اوكلوجن. ده بيتعمل جلسه في الشهر على فكره، الفايف فلورو يوراسيل. طيب افرض الموضوع ما تحسنش، خش على الاعلى منه ونعمل اميلانوسايت ترانسفير. ممكن تعمل سكين ترانسبلانتيشن، ممكن تعمل ميني جرافتنج، ممكن تعمل السكشن بليستر. نعمل سكشن بليستر وناخد الروف بتاع البليستر ونحطه على الديزيز اريا. بعد ما نعمل سكشن بليستر ديزيز اريا ونرمي الروف ده، فالموضوع بقى سهل. الموضوع بعون الله لو حطيت دماغك، لو حطيت دماغك صح في علاج الفيتيليجو، تبعت التعليمات ان المرض ده بيخف، بس محتاج صبر والتزام. دكتور لو الاكرر الافضل تعامل معاه. بص بقى انت سايب كل الباقي وجاي على الاكرر. الاكرر على فكره بعد ما كنا يعني فاقدين الامل فيه، لا دلوقتي احنا بنقول في الاكرر الفيتيليجو الاكزايمر ليزر بيجيب نتائج والله العظيم جميله جدا. لما بنفشل بنخش على طول بنفس الكلام ونفس الترتيب اللي قلته باليوترال مع الفراكشنال ليزر مع اليوترال بيجيب نتائج. بس انا يعني هو مش غلط، بس ما بحبش قوي احقن اليوترال انترا ديرمال. اولا بينفول جدا 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 جدا، وفي بعض العيانين مش كتير يعني ما بخوفكوش، بس في بعض العيانين بيعمل شويه ايه سكن كروزز كده مكان الحقنه، بس وجعه رهيب. انا الهدف مني ان انا اديليفر هذا المانوفر او هذا اليوترال 5 فلور ريسيل فين يا جماعه؟ انترا بدرمي عند ميلانوسايت، فاحنا حقنه انترا ديرما ليه؟ فالموضوع بس ده انت لو بديرما بينه وحطيته، لو بفراكشنال ليزر اربيوم او كربون دايكسايد
هيوصل للتارجت بتاعك، فملهاش لازمه الحقن. حقنه مزعج جدا ومتعب جدا للعيانين صدقوني. فيعني حاول ما تشتغلش مانوفر ممكن ما تكملوش علشان وجع ملهاش لازمه. فالاكرل بجد 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 بندوس جامد جدا 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 بالاكزايمر ليزر، يعني ممكن نوصل ل 1000 ملي جول، ودي عاليه جدا في الاكزايمر ليزر بالمقارنه ان انا ببدا حوالين عين ببدا ب 50 ملي جول، بس 50 في الاكرل ببدا بشتغل ب 1000، والنتائج بتبقى لطيفه لطيفه لطيفه. مش هقول لك واو، بس بقول لك لطيفه ان شاء الله. الميلان سايت ترانسفير في الاكرل بدات تجيب معانا نتائج لطيفه جدا برضو، يعني مش بطال. اوكي يا جماعه، يلا مش هطول عليكم النهارده، كل سنه وانتم طيبين، وان شاء الله باذن الله تعالى نكون يعني استفدنا استفاده ولو بسيطه. وارجع تاني اقول البهاء مرض بيتعالج، محتاج صبر والتزام، من غير فوتوثيرابي البهاء مش هيخف. كل سنة وانتم طيبين، وان شاء الله باذن الله تعالى معاكم كل يوم وخمس دقايق جلديه. ماجد الشيخ، تصبحوا على خير.